المشروع الجاهز يمكن المشروع الأهم الذي ولله الحمد يعني الآن في مراحل التسليم الابتدائي هو مشروع الوسط العوامية. هذا مشروع كان له عناية خاصة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، و اعتمد بإزالة العشوائيات اللي كانت موجودة في السابق و إعادة تأهيل الموقع بالكامل ليكون موقع يليق بوسط العوامية التاريخي. مشروع مساحته حوالي 188 أو مساحته بالضبط 188 ألف متر. التكلفة أيضا موجودة لدى وزارة البلديات ممثلة في أمانة المنطقة الشرقية. كمشروع الحقيقة مهم أن يباشر فيه، أخذ يعني عناية خاصة لأنه كنا حريصين أن تكون أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الحي القديم متوفرة، وبالتالي يتمكن الإزالة.